كاكش طهير مواليد 86، خرجت من الدار مشيت للمطار قطعت تركيا، نزلت في اسطنبول شتي شكار لإزمير، تلاقيت مع الحراق ركبنا في الزودياقة دخلنا اليونان، من اليونان خدنا واحد الخرطية قطعنا الباطو الاتينا العاصمة ديال اليونان، وصلنا الاتينا قطعنا التران بربعين اورو المقدونيا، دخلنا المقدونيا شتينا كار لصربيا، صربيا دخلنا الهنغاريا، من هنغاريا كرواتيا، كرواتيا دخلنا النمسا، ومن النمسا دخلنا لالمان، دوش خمس شهور. ونكذب عليك اخويا ما نقدرش نقول لك كيفاش كيعيش بنادم شم. لا احنا ما كناش لاجئين، احنا مهاجرين، والالمان كيعاملونا كلاجئين، كانوا عاطينا الدار على حسابه كيعطيونا 330 اورو في الشهر. هذوك الناس واعرين علينا بزاف، فيتيننا بزاف، احنا اللي وسخنا لهم بلادهم، هما واعرين كيعيشوا كما كان كيعيش الرسول عليه الصلاه والسلام، ما يأديوك شوي ويدوروا معاك ويعطوك فين تسكن ان شاء الله في بنادهم. ولكن ملي شافوا المغاربه الجزائريين كل شيء ولا باغي يخرب لهم البلاد، وما بداو يديروا معاهم حل. عطاوني الكيت، الكيت سبع ايام نخوي الالمان، لما خويتهاش يشدوني الكيت، هو كيرفضوا اللجوء، راه كيرفضوا لك اللجوء، بلادك ما فيهاش الحرب. ها هو الطاليان، الطاليان تما بغيت ندبر على راسي ما بان ليا والو، هي تبان ليا البلاد. لا ما ندمتش، والله ما ندمتش، بخير الحمد لله، حدا المهمه بخير. انا الحاجه الوحيده اللي غنقول لها الشباب كاملين اللي كي غيشوفوا هذا الفيديو هذا، هو انني ندمت علاش مشيت وما ندمتش علاش جيت.